نيويورك تايمز تنشر وواشنطن تنفي وموسكو تؤكد ضلوع الاستخبارات الأمريكية في قتل جنرالات روس في أوكرانيا. موسكو تعلن مبادرة لمسلحي أزوفستال وتؤكد فتح ممرات إنسانية لثلاثة أيام. صناديق الاقتراع تفتح غدا أمام لبنانيي الاغتراب وتحذيرات الأممية من خطر سلاح حزب الله. وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي يعتبر أن التهديدات التي طالت الإمارات نتيجة للتهاون الدولي مع الميليشيات المؤدلجة. حالة وفاة و5000 حالة اختناق في العراق مع تجدد العواصف الترابية في 6 محافظات بينها العاصمة بغداد. تحية طيبة مشاهدينا أينما كنتم، وأهلا بكم من جديد إلى هذه النشرة الإخبارية من الحدث. أكد الكرملين قدرة روسيا على تحقيق أهداف عملياتها العسكرية في أوكرانيا رغم استمرار دول الغرب في تقديم دعم عسكري واستخباراتي إلى حكومة كييف. الموقف الروسي جاء ردا على تقرير نيويورك تايمز بأن كييف استخدمت معطيات استخباراتية تسلمتها من واشنطن لاستهداف القوات الروسية، ما أسفر عن قتل عدد من الضباط الروس. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية إن بلاده تعلم بتسليم الولايات المتحدة وبريطانيا والناتو معطيات استخباراتية وغيرها إلى القوات المسلحة الأوكرانية، وأضاف أن هذا الدعم الاستخباراتي بالإضافة إلى استمرار صادرات الأسلحة من الغرب إلى أوكرانيا وإن أخر إنجاز العملية العسكرية إلا أنه لن يمنع تحقيق الأهداف المطروحة. وكان مجلس الأمن القومي الأمريكي نفى التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة تساعد أوكرانيا في قتل جنرالات الروس ووصفها بغير المسؤولة. وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تحدثت عن توفير الولايات المتحدة معلومات استخباراتية لأوكرانيا ساعدتها في قتل الكثير من الجنرالات الروس خلال الحرب، وأوضحت الصحيفة أن المعلومات شملت تفاصيل عن التحركات المتوقعة للقوات الروسية ومواقعها ومقرها المتنقلة، ما أسهم في تنفيذ القوات الأوكرانية لضربات مدفعية وهجمات أخرى أسفرت عن قتل 12 جنرالا روسيا وفق نيويورك تايمز. للحديث عن الموضوع من موسكو ينضم إلينا بافل فيلجنهاور المحلل العسكري الروسي. سيد بافل، أهلا وسهلا بكم معنا على شاشة الحدث. إذا كانت روسيا متأكدة من صحة هذا التقرير الذي ينفيه الجانب الأمريكي، لماذا برأيك ينفي الجانب الأمريكي تدخله في قتل هؤلاء الجنرالات التابعين للجيش الروسي ولا يجاهر بذلك ويبرز دوره في ساحات القتال والمعارك؟ من مصادر مختلفة وفي الولايات المتحدة أيضا كان هناك معلومات حول معلومات برنامج تبادل الاستخبارات السري بين الأمريكان والأوكران، وقد بدأ قبل الحرب، قبل أن تندلع هذه الحرب، وهذا بدأ، وكانت الولايات المتحدة قد أكدت أنها أعطت الأوكران معلومات، ونشك بوجود عملاء روس، لكن هذه المعلومات الاستخباراتية كانت مشهود لها، والولايات المتحدة لديها أفضل القدرات لجمع المعلومات ومختلف القدرات، وكانوا يزودون الأوكران الذين
كانوا كما هو واضح مطلعين تماما على ما يقوم به الروس وخططهم وما يفعلون، ويعرفون الجنرالات والقيادات الروسية أين هي وأين مواقعهم، وكثر منهم كانوا قد استهدفوا، ويبدو أن هذا هو الحال. وبالطبع القيادات الروسية التي تحركت إلى الخطوط الأمامية لمساعدة الجيش لتجاوز الصعوبات كانوا مستهدفين. هذه قضية حساسة، والولايات المتحدة لن تؤكد أنهم قدموا هذه المعلومات التي أدت إلى مقتل ضباط روس، لأن هذا ليس جيد لهم، فربما تحاول روسيا أن تقوم بشيء مماثل وتستهدف بعض الأمريكان، وبالتالي ليس هناك كثير من الإنكار، لكن ليس هناك أيضا تأكيد لما كان يحدث. هناك تزويد للاستخبارات والمعلومات المحددة موجهة للأوكران، وهذا هو حقيقة مؤكدة. طيب، إذا كان الجانب الأمريكي ينفي مساعدته لأوكرانيا في قتل هؤلاء الجنرالات، لكن خشية من ردة فعل الجانب الروسي، لكن بالمقابل الجانب الروسي متأكد من دور واشنطن في اغتيال هؤلاء، كيف سيكون رد روسيا على هذه المساعدة الأمريكية؟ المساعدة الأمريكية للأوكران ليست بسر، موسكو تعلم ذلك، وما سيفعلونه ليس واضح حتى الآن. في البداية، في بداية هذه الحملة كان هناك رد من الكرملين أن هذا لن يساعد الأوكران وأن روسيا ستنتصر ولن يوقفها الأمريكان، وبالتالي هذا لم يبدو جيدا لموسكو. سيكون هناك المزيد من الانزعاج، وستفكر روسيا بشكل من أشكال الرد وليس مجرد القول بأن هذا تصرف سيء، بل سيفعلون شيئا. لا نعرف إن كان هناك الكثير مما تستطيع أن تفعله روسيا، فالمواجهات المباشرة بين القوات الأمريكية والروسية أو إسقاط طائرة تجسس أمريكية، هذا سيكون عمل استفزازي خطير، وأعتقد أن هذا بحاجة لكثير من اتخاذ القرار. وقد نرى شيء مماثل وقد يحدث فوق أجواء البحر الأسود. خلال حديثك سيد بافل استوقفتني جملة أن روسيا ستنتصر ولن توقفها واشنطن. كيف تفسر إذن هذا التقدم على الأرض الذي يوصف بالمتلكئ وأحياناً يوصف في البطيء؟ حتى في ماريوبول لم تستطع القوات الروسية السيطرة بشكل كامل على المنطقة، ما يزال أبرز معقل فيها وهو أزوفستال خارج عن سيطرة القوات الروسية، ما تفسيركم لذلك؟ المعلومات من الكرملين ومن وزارة الدفاع يؤكدون أن الخطة تسير حسب ما هو مخطط لها، هذا هو الخط الرسمي، لكن يبدو أن هذا ليس هو الحقيقي، ويبدو أن هناك مشكلات عديدة، وعلى موسكو أن تعيد النظر في مدى العملية وليس بتطرف. فقد يكون هناك اعتقاد أن الدفعة الأخيرة في بين مايو ويونيو ستكون مفيدة للفوز بهذه الحرب بنجاح، هذا لا يحدث الآن، بل الحرب
لا تتقدم، وبالتالي روسيا لا تستطيع أن تفوز على الغرب، ولابد أن يكون هناك إعادة نظر جدية في الوضع في موسكو الآن، إلا أنهم الآن ما زالوا يأملون أنهم سيستطيعوا الانتصار على الرغم من كل النكسات والعمل على إحقاق الانتصار. هذا ما يقوم به الجيش الروسي وما يطالب به الكرملين. شكرا جزيلا على هذه المشاركة والإيضاحات من موسكو، حدثنا بافل فيلجنهاور المحلل العسكري الروسي. كشف مصدر عسكري روسي أن المسلحين الأوكرانيين في مصنع زوفستال عرضوا مبادلة المدنيين هناك بالطعام والدواء، ونقلت وكالة نوفوسيتي عن متحدث باسم مقر عملية تحرير المصنع قوله إنه تعين الحفاظ على اتصالات مع المسلحين في أزوفستال من أجل إنقاذ المدنيين المتحصنين هناك، مضيفا أنه أثناء المفاوضات عرض المسلحون مبادلة الرهائن المدنيين بالطعام والدواء في صفقة تتضمن خروج 15 رهينة مقابل طن من الطعام وكذلك الأدوية. وأشار المتحدث إلى وجود أكثر من 200 مدني بما فيهم النساء والأطفال وكبار السن في سراديب المصنع، وكانت موسكو قالت إن سلطات كييف تريد إخراج المسلحين من مصنع أزوفستال لأنهم دليل على وجود مرتزقة وضباط من جيوش دول غربية في أوكرانيا. في الأثناء وفي بيانها اليومي للعمليات العسكرية، قالت وزارة الدفاع الروسية إن مدفعيتها قتلت أكثر من 600 جندي أوكراني في قصف خلال الليلة الماضية، كما أعلنت تدمير عتاد في قاعدة جوية ومستودعين للذخيرة والوقود في ميكولاييف بصواريخ عالية الدقة. ركيتными войсками в течение ночи поражены два пункта управления вооруженных сил Украины. Артиллерийская батарея на огневой позиции, а также две пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина тактического ракетного комплекса .U. Артиллерийскими подразделениями поражены 32 пункта управления, 5 складов с боеприпасами, 403 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 51 позиция украинской артиллерии. Уничтожено свыше 600 националистов и 61 единица вооружения и военной техники. من كييف ينضم إلينا أوراغ رمضان المشرف على مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية. سيد رمضان، أهلا وسهلا بكم معنا على شاشة الحدث. لماذا دائما هناك تضارب في الأنباء بين ما يصرح عنه الجانب الأوكراني وما يصرح عنه الجانب الروسي؟ خلال الساعات الماضية الجانب الروسي أعلن أنه تمت إيقاف العمليات العسكرية في ماريوبول تحديدا في أزوفستال، بينما الجانب الأوكراني ينفي ذلك. أيضا الجانب الأوكراني ينفي ما قاله الجانب الروسي أنه ستتم مقايضة 15 مدني يتم إخراجهم من أزوفستال مقابل طن من الطعام وأيضا مواد دوائية. لماذا هذا التضارب وما الصحيح في ذلك؟ الحقيقة هذا التضارب لم يأتي اليوم، هو خلال كل الحملة الاعتدائية على أوكرانيا كان الطرف الروسي دوما كان ينتهج الضبابية وكان ينتهج التمويه والدعاية الإعلامية، في حين أن طلب روسيا أكدت على فتح المسالك الإنسانية انطلاقا من الساعة 8 صباح اليوم ووقف إطلاق النار، في حين أن العمليات العسكرية والقوات الخاصة الروسية أن أو سيد رمضان أعذرني على المقاطعة لكن الصوت غير واضح، يبدو أنك تسمعني بشكل جيد لكن نحن لا نسمعك بشكل جيد، ربما سنحاول تحسين الصوت خلال نشرتنا. على العموم شكرا جزيلا لك،
حتى الآن. ومتواصلون معكم مشاهدينا في أخبارنا وفيما يبحث دبلوماسيون أوروبيون اليوم حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا، والتي تشمل مقترحا بالتخلص التدريجي من إمدادات النفط الخام الروسي خلال 6 أشهر والمنتجات المكررة بحلول نهاية العام الحالي. أعلنت بريطانيا حزمة عقوبات جديدة على روسيا تستهدف مئات الصحفيين ووسائل الإعلام. وزيرة الخارجية البريطانية قالت إن حزمة العقوبات تهدف لمنع حصول صحفيين ووسائل إعلام إلى الخدمات التي توفرها الشركات البريطانية. وأوضحت الوزيرة البريطانية أن بلادها أصدرت قراراً يلزم شبكات التواصل الاجتماعي بشطب المحتويات الصادرة عن شبكة أرتي ووكالة سبوتنينغ بسبب منحهما غطاء إعلامي للعمليات الروسية في أوكرانيا. وأضافت لندن 63 شخصية روسية جديدة إلى قائمتها السوداء، أبرزها نائب وزير الدفاع نيكولاي بانكوف ومساعد الرئيس الروسي ماكسيم أوريشكين. وشملت القائمة أيضا مديري شركات ومصارف ومسؤولين عن متاحف وجامعات، ليبلغ عدد الروس المدرجين في لائحة العقوبات 1600 شخصية. ومع استمرار العقوبات الغربية على روسيا، حجزت فرنسا على عقارات جديدة لأثرياء روس مقربين من الرئيس فلاديمير بوتين. قرار الحجز اتخذ بعد تحريات أجرها 100 محقق من وزارة الاقتصاد ومصلحة الضرائب. في هذا القصر الملكي الذي يعود تاريخه إلى القرن 17 يعيش ميخائيل باباكوف. يبلغ من العمر 28 عاماً، وهو نجل ألكسندر باباكوف النائب المقرب من الرئيس الروسي. هذا القصر الذي قدرت قيمته ب 11 مليون يورو عام 2018 عندما تملكه، أصبح على قائمة الممتلكات المجمدة للأثرياء الروسي في فرنسا. مع الحجز على العقارات الجديدة، أصبح عدد العقارات التي تم حجزها 74 عقاراً تتجاوز قيمتها المالية المليار يورو. من بين العقارات الجديدة سلسلة من الشقق الفاخرة في هذا المبنى في منطقة نويي سور سين الثرية. تطل هذه الشقق على مناظر خلابة في حديقة أكليماتاسيون. تعود ملكيتها إلى أولغا إيزمان أو أولغا فريدمان، التي سميت على اسم زوجها السابق ميخائيل فريدمان. وفريدمان مؤسس مجموعة ألفا الروسية، وهي تكتل مالي صناعي كبير في روسيا. دعمت ماليا عملية ضم شبه جزيرة القرم عام 2014. شخص آخر مرتبط بمجموعة ألفا تم الحجز على 4 شركات عقارية مدنية يملكها في فرنسا، هو الملياردير المقرب من بوتين أليكسي كوزميتشيف. هنا في زاوية شارع سولفيرينو وعلى رصيف أنتول فرانس على نهر السين، حجزت فرنسا على سلسلة شقق فاخرة لكوزميتشيف تقع على بعد أمتار قليلة من مقر وزارة الخارجية. عمليات الحجز على الأصول الروسية الجديدة تمت بعد تحقيقات أجراها فريق مؤلف من 100 شخص يتبعون لوزارة الاقتصاد الفرنسية ومصلحة الضرائب، ما يرفع قيمة الأصول المجمدة إلى نحو 24 مليار يورو منذ بداية الحرب على أوكرانيا. فادي دهوك، الحدث، باريس. نشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها بعد الفاصل عودة التوتر إلى المسجد الأقصى بعد استئناف اقتحامات المستوطنين، والخارجية الفلسطينية تحذر من خطرها. تتغير المعطيات فتختلف النتائج، نصبح على حدث ونمسي على آخر. ما يهمنا أن نبقى نقطة تواصلك مع الأحداث 24 ساعة من مكان الحدث، من قلب الحدث، بالدقة والتفاصيل التي تهمك، حتى تقوم بالقرار السليم. عليك أن تحصل على المعلومات الصحيحة. الحدث.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا. دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة في لبنان، وحث على تشكيل سريع للحكومة ما يمنح الأولوية لتنفيذ إصلاحات تعالج أزمات البلاد المتعددة. وقال غوتيريش إن احتفاظ ميليشيا حزب الله بقدرات عسكرية كبيرة ومتطورة خارجة عن سيطرة الحكومة اللبنانية ما يزال يشكل مصدر قلق بالغ، وحث السلطات اللبنانية على تكثيف مساعيها لاحتكار حيازة السلاح واحتكار استخدام القوة في جميع أنحاء أراضيها واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لمنع حزب الله وأية جماعات مسلحة أخرى من امتلاك سلاح وبناء قدرات شبه عسكرية خارج سلطة الدولة، مشدداً على أن ذلك يمثل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن. كما ذكر غوتيريش أن استمرار مشاركة حزب الله في الحرب في سوريا يهدد أيضاً بجر لبنان إلى صراعات إقليمية تقوض استقراره. هذا ويفتتح المغتربون اللبنانيون غدا عملية الاقتراع في دول تعتمد نهار الجمعة يوم عطلة نهاية الأسبوع، حيث يبدأ اليوم الصمت الانتخابي وفقا لقانون الانتخابات النيابية اللبنانية في دول عربية عدة من بينها السعودية وقطر والكويت وسوريا، فيما يدلي المغتربون في الدول الأخرى بأصواتهم يوم الأحد المقبل وسط شكاوى من تعثر أقلام الاقتراع بمناطق لا يستطيع الناخبون الوصول إليها بسهولة لبعد المسافات. وكانت جهات سياسية عدة اتهمت وزارة الخارجية والتيار الوطني الحر بتعمد إرباك الناخبين وتشتيت الأصوات، لا سيما في استراليا عبر طريقة توزيع مراكز الاقتراع. وبحسب مصادر محلية تتمسك هذه الجهات بخيار الطعن بنتائج الانتخابات أمام المجلس الدستوري في حال ثبتت الانتهاكات أو شكلت هذه التعديلات مانعا لوجستيا أسهم بتدني نسبة التصويت. وأوضحت المصادر أن هذه الإجراءات استنفرت القاعدة الانتخابية في الخارج وشكلت إسرارا لدى نحو 225 ألف ناخب مسجل للمشاركة. قبيل 10 أيام من موعد الاستحقاق الدستوري للانتخابات النيابية اللبنانية في 15 من مايو الحالي، بدأت بعض أصوات معارضي السلطة في الداخل تشكك مسبقاً في عجز الدولة على إقامة الانتخابات في دول الاغتراب. مع حديث عن عدم إتمام التحضيرات اللوجستية في مراكز الاقتراع ومعالجة الالتباسات والثغرات في توزيع الناخبين، وتكمن أكبر مخاوف المعارضين في الخطر المحدق بصناديق الاقتراع وحمايتها بعد انتهاء العملية الانتخابية، حيث تستوجب حماية موثوقة ومؤتمنة عليها في أماكن إيداعها في الخارج أو أثناء نقلها بأمان إلى لبنان. ودون ذلك يخشى المشككون من حجب أو إخفاء بعض تلك الصناديق أو التلاعب فيها. أما في الداخل، يبدو الشارع السني بدأ ينخرط في العملية الانتخابية بعد الدعوات المتتالية التي أطلقتها شخصيات سنية تصنف في دائرة المعارضة لحزب الله، وعلى إثرها بدأ الشارع السني يتفاعل إيجاباً باتجاه المشاركة والابتعاد عن المقاطعة، وهو ما بدأت تلمسه الجهات السياسية التي تخوض المعركة في المناطق ذات الغالبية السنية، وتبذل الجهود لعدم السماح لحزب الله بالحصول على أكثر من عدد النواب السنة المحسوبين عليه في البرلمان اليوم، على أن يكون الهدف الأساسي هو الفوز بأكبر عدد من النواب السنة الذين يدورون في فلك مواجهة الحزب. مع العلم بأن المشاركة السنية في انتخابات عام 2018 ناهزت 49.2%، حيث تتمثل الطائفة في البرلمان ب 27 نائبا، بينهم 15 نائبا ضمن كتلة المستقبل وستة نواب في اللقاء التشاوري المحسوب على حزب الله. هذا ودعا رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيور اللبنانيين لما وصفه بالتبصر ورؤية محاولات حزب الله في تكميم أصواتهم ومحاولة زيادة سيطرته على المقاعد السنية ومفاصل الدولة. العمل الذي يجب أن يتم هو الدعوة لكل هؤلاء الناس للتبصر
بأن الخصوم يريدون صمت هؤلاء، ولكن الوطن يريد صوتهم، أي أن هناك حاجة لكل الناس أن يقدموا ويشاركوا في العملية. أنا أعتقد أنه كل تقاعس عن المشاركة في العملية الانتخابية ستؤدي إلى زيادة ما يسمى إمكانية أن يحظى حزب الله بمزيد من المقاعد السنية. وأكد السنيورة وجود تغير بالمزاج السني اتجاه المشاركة في عملية الاقتراع، وذلك لمعرفة اللبنانيين بأن التقاعس سيزيد من قبضة حزب الله الحديدية على لبنان وفق تعبيره. أن هناك تغيراً واضحاً يتقدم يوماً بعد يوم من أجل المشاركة، والناتج عن أن هناك إحساس وإدراك كبير بأن المقاطعة ستكون من نتيجتها أن يزداد حظوظ المرشحين المدعومين من حزب الله ومن الأحزاب الموالية للحزب بأن يكونوا ينجحوا لكي يمثلوا السنة، وهم في الواقع لا يمثلون الوجدان السني ولا الوجدان اللبناني الرافض للهيمنة الإيرانية والرافض للقبضة الحديدية التي يمارسها حزب الله على لبنان، الذي يجب أن تنصب كل الجهود من أجل تحفيز اللبنانيين وتحفيز السنة من أهل من 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 اللبنانيين في شتى المواقع، ليس فقط في بيروت. من طرابلس ينضم إلينا زياد عيتاني، رئيس تحرير موقع أساس ميديا. سي زياد، أهلا بك معنا على شاشة الحدث. لنبدأ من الجو الانتخابي في الخارج، وإن كنت حضرتك في الداخل، ما أسباب هذا التشكيك المسبق من قبل بعض معارضي السلطة في لبنان في عجز الدولة على إقامة الانتخابات في دول الاغتراب؟ ما مدى دقته؟ وأيضا هل هو قريب من الواقع برأيك أم بعيد؟ التشكيك الحاصل بالعملية الانتخابية في بلاد الاغتراب يستند إلى نقطتين، النقطة الأولى مستجدة، والنقطة هي في لب القانون الانتخابي. النقطة الخاصة بالقانون الانتخابي هي أن الصناديق التي يصوت فيها المغتربون في البلدان الاغتراب لا يتم فرزها بعد الانتهاء من التصويت فيها، بل يتم نقلها من هذه البلدان عبر مؤسسات نقل معروفة إلى مصرف لبنان، وتوضع في عهدة مصرف لبنان حتى نهاية انتخابات الداخل في 15 أيار مايو، وبالتالي المؤتمن على هذه الأصوات هو مصرف لبنان، والمعارضة السياسية تشكك بمصرف لبنان الذي لم يكن مؤتمن على أموالها، فكيف يكون مؤتمنا على أصواتها؟ أما النقطة الثانية هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية لجهة تحديد مراكز الاقتراع، بحيث صعبت المهمة على كثير من المغتربين الذي بعضهم يحتاج لقطع مئات الكيلومترات كي يصل إلى موقع الاقتراع، إضافة إلى إلغاء التصويت بالنسبة للمغتربين بإخراج القيد الفردي وحصره بجواز السفر ذو الصلاحية الجيدة، وهو أمر متعذر في لبنان وفي السفارات في الخارج تحقيقه في هذه المرحلة. طيب، إذا كانت أكبر المخاوف من حماية صناديق الاقتراع بعد وصولها إلى مصرف لبنان، سيد زياد، هل هناك تخوف من الأصوات داخل صناديق الاقتراع داخل لبنان بعد انتهاء عملية التصويت، أم هذا التخوف فقط على الأصوات داخل صناديق الاقتراع في مصرف لبنان التي هي قدمت من خارج لبنان إلى الداخل؟ دائما الشكوك تجاه نزاهة العملية الانتخابية لا يمكن إسقاطه أو نفيه، وتحديدا في هذه المرحلة الأزمة الأساسية في الحياة السياسية في لبنان أنه ليس هناك ثقة بهذه المنظومة السياسية التي تستلم الحكم وفي نفس الوقت تشرف على الانتخابات وهي تشارك أيضا بلوائح في هذه الانتخابات، بالتالي التشكيك لا يمكن إسقاطه. مدى إمكانية حصول تزوير بالعملية الانتخابية، أعتقد أن كثافة المشاركة في التصويت
يستطيع أن يقلص هامش التزوير إلى أقصى حد. يعني عندما الناس تنزل بكميات كبيرة وبطريقة منظمة، واللوائح تكون قد أدت وظيفتها لجهة الماكينات الانتخابية التابعة لها في المراقبة والتدقيق، أعتقد أن هامش التزوير أمام هذه المنظومة سوف يتقلص إلى أدنى حد ممكن. اليوم هل الشارع اللبناني على وعي أكثر بأهمية إذن المشاركة بكثافة للابتعاد عن التزوير وتغيير نتائج الانتخابات كما أشرت حضرتك سيد زياد، خاصة من قبل المكون السني؟ نعم، بداية ليس أمام اللبنانيين بكل طوائفهم سنة وشيعة ودروز ومسيحيين، ليس أمامهم من حل لهذا النفق لجهنم التي وصلوا إليها إلا بالذهاب إلى صندوق الاقتراع. أما لجهة ما يسمى عن المكون السني، هناك محاولات قوية حصلت خلال الشهر الفائت إلى دعوة السنة للمقاطعة تحت عنوان أن المقاطعة تمنح حزب الله من الحصول على غطاء سياسي في لبنان، وهذا الأمر قد سقط خلال الأيام القليلة والساعات القليلة المقبلة. الآن هناك وعي كبير وتحديدا لدى الطائفة السنية بعد الإطلالات المتكررة لعدد من القيادات السنية، بعد المواقف الإعلامية لعدد من الإعلاميين السنة، هناك وعي أن الانتخاب ليس خيارا بل هو واجب بالنسبة للبنانيين عامة وللسنة تحديدا. التصويت والانتخابات لن تسقط سلاح حزب الله، التصويت والانتخابات لن تسقط هيمنة حزب الله، ولكنها تحفظ فرصة المقاومة هذه الهيمنة وهذا الاحتلال، هي تعطي أملا جديدا في إسقاط هذه الهيمنة وهذا الاحتلال. شكرا جزيلا على هذه المشاركة والإيضاحات من طرابلس، حدثنا زياد عيتاني رئيس تحرير موقع أساس ميديا. أكد وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي محمد أحمد البواردي أن التهديدات الأمنية الأخيرة التي استهدفت البلاد نتاج للتهاون الدولي في التصدي للخروقات الأمنية للميليشيات المؤدلجة في المنطقة منذ بداية الثمانينيات. وكشف البواردي أن التحديات الأمنية التي فرضتها التطورات الأخيرة في المنطقة والعالم تتطلب مرونة أكبر في توسيع خيارات مصادر التسليح، وأن المنطقة والعالم يشهدان تحولات كبرى، وأن الإمارات لن تتردد في اتخاذ الخطوات المناسبة انطلاقا من مصالحها الوطنية. أصيب العشرات بالاختناق والرصاص المطاطي في المسجد الأقصى نتيجة محاولة القوات الإسرائيلية اقتحامه اليوم بعد توقف دام 14 يوما. استأنف عشرات المستوطنين الإسرائيليين اقتحام باحات المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية. وأكدت وسائل إعلام فلسطينية اعتداء القوات الإسرائيلية على المصلين وإطلاق الرصاص المطاطي باتجاههم، كما فرضت الشرطة الإسرائيلية قيودا على دخول الشبان الفلسطينيين إلى المسجد. الخارجية الفلسطينية من جانبها حملت رئيس الوزراء الإسرائيلي شخصيا المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الاقتحامات ونتائجها ومخاطرها على ساحة الصراع وعلى المنطقة. الوضع كثير صعب صار داخل هذه، في الاولاد صغار تطلعش انت يا اولاد يا الله ديروا بالك يا شباب مطاط عن ابو جنب بنضرب مواجهات عنيفة بالمسجد الأقصى، اقتحموا المسجد القبلي. ونشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها بعد الفاصل تجدد الاشتباكات في مدينة الزاوية بين قوات موالية للدبيبة وأخرى لباشاغا توقع قتيلا وعددا من الجرحى.
انهزمنا من القصف وانهزمنا من الطيران والحجينة هين. صار الركام يتساقط علينا وما عرفنا حنا إلا إحنا رايحين على المستشفى. فزع على الأرض، رعب من السماء، طفولة يسرقها الجلة، أمل قتلته زخات رصاص، نساء ورجال، عجائز وأطفال، فارون من الجحيم، باحثون عن المجهول. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. في السودان انطلقت تظاهرات حاشدة دعت إليها ما يعرف بلجان المقاومة في الخرطوم تطالب بالحكم المدني، وقد ألقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في محطة شاروني قرب القصر الجمهوري. وقال تجمع المهنيين السودانيين إن المواكب التي خرجت لن تتراجع عن فكرة تأسيس سلطة مدنية كاملة قاعدتها القانون والمواطنة والحقوق والواجبات. العدد السوار كلهم في الشارع والمطالب واحدة. بعد توقف لشهرين قال المتحدث الرسمي باسم البرلمان الليبي عبد الله بلاحق في تصريح خاص للحدث، قال إن المجلس سيعقد جلسة يوم الاثنين المقبل بمقره في مدينة طبرق شرقي البلاد. المتحدث أكد للحدث أن الهيئة وجهت دعوة رسمية لجميع الأعضاء لحضور الجلسة دون أن يوضح بنود الجلسة المزمع عقدها في 9 مايو المقبل. هذا وكان رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا قد تعهد في وقت سابق بأن تعمل حكومته على اعتماد الميزانية العامة خلال أسبوع أو 10 أيام على أقصى تقدير. قتل شخص وجرح عدد من الأشخاص في اشتباكات اندلعت ليلة أمس داخل مدينة الزاوية بين فصائل موالية لرئيس الحكومة فتحي باشاغا وأخرى مقربة من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والمؤيدة لعبد الحميد للبيبة. يشار إلى أن هذه الاشتباكات ليست الأولى بين هذه التشكيلات، خاصة بعد محاولة الجماعة الليبية المقاتلة مع جماعة الإخوان محاولة فرض سيطرتها على المدينة ودعم ميليشيا الفاو التي تدعم عبد الحميد للبيبة. Thank you.
قالت منظمة العفو الدولية إنها طالبت السلطات الليبية بإقالة ومحاسبة رئيس جهاز تابع لحكومة الوحدة وهو عبد الغني الكوكلي المعروف بإغناوة وكذلك نائبه السابق لطفي الحراري. أوضحت المنظمة أن المطلوبين يقودان ميليشيا ويرتكبان انتهاكات ويتقلدان مناصب في الدولة متهمة جهاز دعم الاستقرار باعتراض طرق المهاجرين واللاجئين واحتجازهم تعسفياً وممارسة التعذيب وفرض العمل القسري وغيرها من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان. إلى العراق، حيث تعرضت 6 محافظات من بينها العاصمة بغداد إلى عاصفة ترابية إضافة إلى الأنبار وكركوك والنجف وكربلاء وصلاح الدين، ما أدى إلى وفاة شخص ووقوع 5000 حالة اختناق. وأكدت صحة الأنبار أن المراكز الصحية في مدينة الرمادي شرعت بفتح أبوابها منذ بدء العاصفة الترابية وحتى الآن، مضيفة أن نداءات وجهت إلى المواطنين عبر المساجد ومواقع التواصل الاجتماعي تدعوهم إلى التوجه لتلقي علاج للمصابين بحالات اختناق. وتتعرض بغداد وأغلب المحافظات العراقية منذ أيام إلى عواصف ترابية تؤدي إلى تسجيل حالات اختناق وانعدام الرؤية خاصة في الطرق الخارجية. وتزامناً مع العاصفة الترابية التي تؤدي لانعدام الرؤية، أكد مصدر أمني في شرطة الأنبار غربي العراق انتشار القطاعات الأمنية في المناطق الغربية والصحراوية من المحافظة وأخذ إجراءات الحيطة والحذر تحسباً لأي خرق أمني أو هجمات متوقعة. وأضاف المصدر أن القيادات الأمنية العليا في الأنبار وجهت بنشر العناصر الأمنية قرب مداخل المناطق الغربية وكذلك المناطق النائية التي تكون غالبا هدفا للعمليات الإرهابية. من بغداد ينضم إلينا مراسل الحدث منتظر رشيد. منتظر، أهلا بك معنا، صف لنا ترابية الوضع وهل أثرت هذه العاصفة على السكان في العاصمة بغداد وبقية المناطق على حركتهم، الذهاب إلى أعمالهم، الذهاب إلى المدارس؟ يعني الحركة باتت تقتصر على العاملين طبعا في القطاعات المهمة التي لم تشملها طبعا عطلة عيد الفطر التي ما تزال طبعا مستمرة إلى الآن. بالنسبة لي الحركة قليلة جدا في بغداد وحتى في بقية المدن، أكثر من 14 ساعة على وصول هذه العاصفة الترابية للعاصمة بغداد سجلت وزارة الصحة كما أعلنت قبل قليل أكثر من 5000 حالة اختناق بشكل رسمي وصلت إلى مستشفيات العاصمة بغداد وبقية المحافظات الوسطى والجنوبية مع كركوك. بالنسبة لي الحركة قليلة جدا هنا في شوارع بغداد، الأتربة تغطي كل شيء تقريبا. العاصفة هذه ليست الأولى، خلال أسبوع أو أكثر من أسبوع هناك مجموعة من العواصف الترابية تتوقف يوم أو يومين لكنها تعود مرة أخرى. العاصفة الأكبر هي التي شهدها العراق أمس
واستمرت حتى هذه اللحظة، وإن انحسرت طبعا العاصفة الترابية قليلا لكنها ما تزال مستمرة إلى الآن. هناك توقعات طبعا بهطول زخات مطرية علها تخفف من هذه العاصفة، لكنها مستمرة إلى الآن. قبل قليل كنا في مستشفى الشيخ زايد القريب من هنا، شاهدنا الكثير من حالات الاختناق التي وصلت إلى هذه المستشفى بالفعل. سألنا طبعا الكوادر الطبية، تحدثوا عن حالات كثيرة وصلت إليها. في ظل وصول حالات كثيرة ونحن نتحدث عن 5000 وربما أكثر حالات اختناق، مدى جهوزية المستشفيات في العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية لتلقي هذا العدد الكبير من حالات الاختناق المختنقين من الناس؟ وزارة الصحة كانت قد أعلنت استعدادها وهيئت كل المستشفيات لاستقبال مثل هذه الحالات. هذه العواصف كانت متوقعة، وأيضا هذه العاصفة ليست الأولى، هناك 7 عواصف شهدها العراق خلال شهر واحد فقط، عدد كبير جدا. يتوقع أن تستمر مثل هذه العواصف خلال الأشهر المقبلة بسبب عدة عوامل طبعا، منها التصحر، شح المياه، قلة الأمطار، كل هذه العناصر، الأحزمة الخضراء المفقودة طبعا أيضا أثرت بشكل كبير في وصول مثل هذه العواصف. وإن كانت هذه العواصف ذات ارتفاعات طبعا عالية جدا، حتى الأحزمة الخضراء لن تتمكن من التخفيف منها أو صدها. بالتالي العراق مقبل على ارتفاع هذه الظاهرة بشكل كبير. طيب ماذا عن رفع جهوزية قوات الأمن في المناطق الغربية خاصة من العراق؟ رفع جهوزيتهم الأمنية تحسبا لأي خروقات أمنية أو استغلال بعض من تسميهم الجهات الأمنية بالإرهابيين لهذا الوضع؟ ما أبرز مظاهر هذه الجهوزية منتظر إن كانت لديك معلومات؟ بالفعل وزارة الدفاع كانت قد أعلنت قبل أكثر من أسبوعين أن قواتها الأمنية ستكون جاهزة في مثل هذه الأنواع الجوية. بالفعل أصدرت التعليمات إلى كافة القوات الأمنية خاصة البعيدة عن المدن، وخصوصا في محافظة الأنبار، في المثلث الذي يربط محافظات كركوك بديالة بصلاح الدين، هذه المناطق التي عادة ما تشهد هجمات متكررة لتنظيم داعش ضد القوات الأمنية هناك. خلال الأسبوعين الماضيين كثف التنظيم من هجماته مستغلا بعض العواصف الترابية، بالتالي القوى الأمنية كانت على علم بإمكانية أن ينفذ التنظيم مثل هذه الهجمات. كان هناك تقريبا 3 هجمات، 2 منها طبعا في المثلث الذي ذكرناه بين محافظة صلاح الدين وكركوك وديالة، وهجوم آخر في محافظة الأنبار، لكنها أعلنت أنها أحبطت مثل هذه الهجمات لأن القوات كانت على علم وجهوزية في صد مثل هذه الهجمات. هذه الاستعدادات الأمنية ما تزال على حالها، لأن داعش عادة ما يستخدم هذه الظروف الجوية لتنفيذ مثل هذه الهجمات، لأن القوات الأمنية ولا الكاميرات بإمكانها رصد هذه التحركات. بما أنه لدينا متسع من الوقت، تقريبا دقيقتين منتظر، سأسألك في اليوم التالي لأي عاصفة ترابية، هل تتأثر كمية المياه الواصلة للمنازل؟ هل تتأثر سيولتها، يعني تقل بما أنه الطلب على المياه يزداد نتيجة تنظيف المنازل، تنظيف الشوارع، أم لا؟ يعني أكثر ما يواجه الناس صعوبة هذه الأيام هو عمليات التنظيف. يعني لا يكاد العراقيون والبغداديون يقومون بتنظيف منازلهم وإزالة هذه الكميات الكبيرة طبعا من الأتربة حتى تعود العواصف لتهب في اليوم الثاني أو بعد يومين. بالتالي هناك صعوبة طبعا يواجهها الناس في عمليات التنظيف، حتى المحال التجارية، المراكز التجارية كلها تأثرت بهذه الأجواء. إضافة إلى ذلك كميات المياه أيضا الطلب عليها ارتفع كثيرا، بالتالي هناك انقطاع أيضا للماء عن الكثير من الأحياء هنا في بغداد على الأقل وبقية المدن العراقية، نتيجة لارتفاع أيضا الطلب واستخدام المياه لعمليات التنظيف. هذه المشكلة منذ سنوات ويبدو أنها مستمرة حتى الآن. على العموم شكرا جزيلا من بغداد مراسل الحدث منتظر رشيد. في السودان الذي يشهد ارتفاعا كبيرا بأسعار الوقود، لجأ شبان لاختراع عربة توك توك كهربائية
تنفس العربات التي تعتمد على الوقود كوسيلة لتخفيف معاناة المواطنين من جهة وحماية البيئة من جهة أخرى. التفاصيل ضمن التقرير التالي. إذا كانت الحاجة أم الاختراع فالحاجة ملحة اليوم في السودان، وهو الاختراع البسيط بفكرته كبير بفعله. توكتوك كهربائي تصنعه أنامل مهندس سوداني في طريقه لاكتساح الأسواق السودانية نظراً لارتفاع أسعار الوقود في البلد الذي لم يعرف الاستقرار منذ فترة طويلة. المصنع بينتج ركشات وتكاتك تعمل بالطاقة الكهربائية، ما محتاج لإزبيرات كثيرة وما محتاج لوقود، قليل التكلفة التشغيلية وقليل الأعطال. وبالحديث عن فوائد هذا البديل يقول صاحب الفكرة إنه يتسم بثلاث مميزات، أولها مكافحة الفقر ثم حماية البيئة وصولاً للحفاظ على الصحة. وعند الأخيرة تحديداً حذرت الأمم المتحدة في العام 2020 من خطورة الغازات المنبعثة من دخان عربات التوك توك التي تتسبب بخفض الرؤية وبمشكلات تنفسية إضافة لأضرارها على البيئة. ليجد السودانيون ضالتهم في هذه العربة، فهي لا تحتاج إلى الوقوف ساعات طويلة أمام محطات الوقود التي تعاني من شح غير مسبوق، وكل ما يحتاجه هذا التوك توك القليل من الكهرباء التي لا تزال أقل كلفة من الوقود رغم مضاعفة أسعارها مؤخراً. وفي ختام النشرة مشاهدين، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. نيويورك تايمز تنشر وواشنطن تنفي وموسكو تؤكد ضلوع الاستخبارات الأمريكية في قتل جنرالات روس في أوكرانيا. موسكو تعلن مبادرة لمسلحي أزوفستال وتؤكد فتح ممرات إنسانية لثلاثة أيام. صناديق الاقتراع تفتح غدا أمام لبناني الاغتراب وتحذيرات أممية من خطر سلاح حزب الله. وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي يعتبر أن التهديدات التي طالت الإمارات نتيجة للتهاون الدولي مع الميليشيات المؤدلجة. حالة وفاة وخمسة آلاف حالة اختناق في العراق مع تجدد العواصف الترابية في ست محافظات بينها العاصمة بغداد. أعود وألتقيكم بعد ساعة من الآن، وألتقيكم على رأس الساعة الزميل حسين الشيخ، كونوا معنا.